كما قامت مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى عند ديبيتنو ببعثة إلى إقليم جيراه بهدف تقديم المساعدات لسكان إقليم جيراه، حيث استلم هذه المساعدات العينية والمالية حاكم إقليم جيراه محمد علي حسب الله من قبل رئيس البعثة. تقرير سرية محمد ورمح. مؤسسة القلب الكبير التي ترأسها حرم رئيس الجمهورية هند ديبيتنو ما زالت تقدم خدماتها الإنسانية للمحتاجين إليها بالأقاليم، والتي تشمل المواد الغذائية وأجهزة الطاقة الشمسية، ومن ضمن تلك الأقاليم إقليم جيرا الذي يضم 4 أقسام رئيسية وهي مونغو، بيتكين، منقلمي وملفي. على رأس هذا الوفد رئيس القسم الخاص بالعالم الريفي بمؤسسة القلب الكبير حسن تكا برفقة السيد محمد صالح طاهر تونس. وقد سلم رئيس الوفد مبلغ 15,040,000 ريال لحاكم جيرا السيد محمد علي حسب الله. الفونداسيون جراند كير، رئيس الفونداسيون جراند كير سيدة الأولى هند ديبي راسلنا. أنا أنتاك شيف ديبارتمان في هنا أجريكولتور وإليفاج في مونتريال كلها، وأنا ذات جيت خاص عشان نقسم لهم دين التشهودة والخلل التشهودة والسكر الريس، وظل نقسمه في 4 ديبارتمان كلها قسمنا لهم، وجبنا وسي 100 بانو سولار. فانو سولدا سينو خطو في بكان حلوا جول جامع كبار نجوم دول بكان وين القران بيستفيد جاره منهم، دونك دا كولا حاجه مهمه. ومن جانبي اعرب السيد الحاكم عن فرحته بهذه المناسبه. سلمنا في سيرموني مهمه جدا، سيرموني راس الاخ كونسي شارجي دي ديفلوبمون جاب اسمنا بريمير دام بريزيدانت انا فونداسيون جراند كير جابا اكل سرغو خلا ريس دين سكر لشاب شاب التبان ناس التبانين. وكان ذلك بحضور نائب رئيس البرلمان موسى خدام وكبار المسؤولين الاداريين بالاقليم. وفي نفس الاطار سلم رئيس الوفد حسن تكا المساعدات العينيه لحاكم المنطقه محمد علي حسب الله، وذلك بمقره بمونغو. ومن جانبه قدم السيد حاكم الإقليم كلمة شكر وتقدير لمؤسسة القلب الكبير والعاملين في رحابها، علما بأن هذه المساعدات ستوزع حسب احتياجات المناطق المتأثرة بالمجاعة. يعاني سكان قرية جايا بإقليم جيرام من سوء الأحوال المعيشية الصعبة، ومن أجل تقليل تلك المعاناة قدمت مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى عند ديبيتنو مساعدات غذائية لسكان قرية جايا. تقرير سوريا محمد برمال للمرة الثانية. شهدت قرية جايا حفل كبير، وذلك بمناسبة استلام كمية كبيرة من القلال جادت بها مؤسسة القلب الكبير بعد أن علمت بالمجاعة التي ألمت بالمنطقة، حتى وأن سكانها يقتاتون مما يخزنه النمل داخل الأرض. يوم جينا ألم تاني ده طبق ده يوم كل تملتر يوم ما لقيت كنت جاي الرد كله يتقبل يابس بس ألا أنت كم تيجي تلقى ألا أنت كم تيجي تلقى قاعدين نروح كيفك. جيم مودي سلطان كانتون كينغا أعرب عن ما يجول بخاطره. أني ناس قمينا بينين شبنا من لقينا كبر ده فتشنا روقنا. أنا جيت أول جي قدم سوت رابور ناي سو بريفي جا تماما بعد ده بريفي ذاتا شافوا كلام ده لما انا نين كل الكسراتين سوبرفيسور لي ريستيتيشن هنايا وكلنا كده دخل يا غوفرنر الكلام انا مشكله اني جاي ده ما قلان النوم. فهناك العديد من الابتسامات رسمت على جبين اهالي المنطقه. جبت لنا الخله ان شاء الله نينا موجودين ماجون بالزياده ان شاء الله جبت لنا فرخان في الدنيا ده جبت لنا فرخان مروا الناس دول وشو مروا هاي ان شاء الله بتن خلاص الجوب تمرق مروا هاي ان شاء الله ده شكرناك وشكرناك. لا شك ان موسم الخريف القادم سوف يبشر اهالي جيرا كافه بالخير الوفير، خاصه المناطق المتاثره بالمجاعه بعد ان وفرت لهم كميات كبيره من الغلال.